صنع الجدل طيلة حياته ويصنع الجدل بعد الإعلان عن مقتله في حادث سقوط طائرته. ما الذي جرى ليفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر يد روسيا التي تضرب بها في عدد من البقاع الملتهبة في العالم؟ لم يجد هذا السؤال من إجابة قطعية رغم خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإعطاء الخبر صبغة رسمية بعد ساعات من تداوله في وسائل الإعلام. عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلا ذو مصير معقد وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقق النتائج المرجوة. رغم تواصل التحقيقات في ظروف سقوط الطائرة، لم تتوقف التكهنات والتصريحات الصادرة عن عواصم غربية بشأن احتمال استهدافها بصواريخ موجهة. تقييمنا الأولي هو أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد قتل. نحن نواصل تقييم الوضع، وليس لدينا أي معلومات تشير إلى التقارير الصحفية التي تفيد بوجود نوع من صواريخ أرض جو أسقطت الطائرة. نجدد التأكيد على أن تقديراتنا تشير إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة. من الولايات المتحدة نفسها تنقل صحيفة واشنطن بوست تصريحات لمسؤولين في المخابرات المركزية تؤكد رصد انفجار داخل الطائرة قبل أن تسقط. لهجة التشكيك في الرواية الروسية جاءت أيضا من الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن عدم ثقته فيما يصدر عن موسكو. لا شيء تقريبا يصدر من روسيا هذه الأيام يتمتع بالمصداقية. تابعنا تقارير عن حادث تحطم طائرة يزعم أنه أدى إلى مقتل يفغيني بيرغوجين قائد مجموعة فاغنر إلى جانب معاونيه وطاقم الطائرة. ينطلق الجدل الحاصل حول مصير قائد مجموعة فاغنر من احتمال استهدافه على خلفية تشنج علاقته مع دوائر الحكم في روسيا إثر محاولته الهجوم على موسكو بعد خلافه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو حول استراتيجية الحرب في أوكرانيا. كما يحظر الدور المستقبلي لمجموعة فاغنر في عدد من المناطق الساخنة أبرزها تلك المشتعلة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث ينتشر هناك مئات من مقاتلي المجموعة. لا تعرف الارتدادات التي ستلقي بظلالها على هذه الملفات، لكن متابعين يرون أن ما بعد الإعلان عن مقتل بريغوجين لن يكون كما سبقه.